السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في المحاضرة 10 لمساق تحرير الصوت والفيديو رقميا. اليوم إن شاء الله حيكون عندنا برنامج جديد، برنامج الأوديشن، برنامج تحرير الصوت من شركة أدوبي. طبعا إحنا في المحاضرات السابقة تعاملنا مع الأدوبي بريمير وهو برنامج تحرير الفيديو. اليوم إن شاء الله تعالى حنتعامل مع برنامج الأوديشن للصوت. ايش البرنامج؟ نتعلم على قوائمه وعلى النوافذ الموجودة فيه وكيف إضافة الصوت، سواء صوت كتراك واحد، مسار واحد، أو عدة أصوات مالتي تراكس. كيف نعمل إيديتنج للصوت من ناحية التقطيع، التعديل عليه، إذا كان في الصوت في نويز كيف نتخلص منها، الميوزك الموجودة كباك جراوند في الصوت، نعمل تغيير للصوت من صوت لآخر، إضافة الإيكو صدى الصوت، كيف ممكن كمان نتعامل مع أي إشكالية في هذا الصوت. كذلك ممكن لقدام كمان نتعلم على موضوع إضافة أو تعديل الصوت بحيث نحصل على صوت زي قراء القرآن أو المنشدين، تمام؟ وفي الآخر حنتعلم على عملية التصدير، كيف نصدر الصوت كملف صوتي وكيف عملية الحفظ كملفات عمل. طيب، أول إشي يا جماعة، برنامج الأوديشن أنا وضعت لكم الرابط موجود على الموديل، بإمكانكم تنزلوه. حجمه تقريبا أقل من 400 ميجا بدون كراك أو سيريال نمبر، موجود يقبع على الموديل. البرنامج نسخة بتقدروا تنزلوه من الموديل وتشتغلوا عليه عادي، نسخة 2020 أو أدوبي 2020. طيب، أول ما نفتح البرنامج حنلاقيه بالشكل اللي موجود عندنا. القائمة اللي هان يا جماعة موجودة هي عبارة عن قائمة من خلالها بقدر أضيف ملفات الصوت اللي بدي أشتغل عليها، تمام؟ إما بضيفها من الجهاز أو بسجلها وبتيجي عندي هان. طبعا هتعلم عملية التسجيل اليوم طبعا، أو ممكن أضيفها عن طريق إنه في عندي نيو اوديو فايل او نيو مالتي تراك سيشن. طيب تمام. كمان في شغله، لو انا البرنامج عندي وانا بشتغل عليه كان عندي موجود بالشكل هذا، قوائم داخل كلها على بعض، برتبها عن طريق ويندو ورك سبيس ريسيت تو سيفت لاير، برجع اشي طبيعي. طيب يا جماعة، عشان نرجع كل اشي زي ما كان هيك، قلنا يا ويندو وورك سبيس، بروح على اقول له ريسيت تو سيفت لاي اوت او بقول له الديفولت يا جماعة، تمام؟ بقول له الديفولت برجع كل اشي زي ما كان بشكل طبيعي. طيب الان يا جماعة، لو شفنا برنامج الاوديشن حنلاقي فيه شغلتين مهمات، الويف فورم والمالتي تراك. الويف فورم يا جماعة او المالتي تراك، ايش الفرق بينهم؟ طبعا احنا لحتى الان ما نشأناش ملف جديد. الويف فورم انه انا بدي اشتغل يا جماعة على تراك واحد، بمعنى عندي ملف صوتي واحد، تمام؟ بدي اشتغل عليه، اعالجه واعدل عليه زي ما حكينا، نعمل له عملية الايديتنج، تغيير الصوت، قص منه، اضافة الى اخره، تمام؟ هنا الويف فورم. لكن المالتي تراك انه انا عندي اكثر من ملف صوتي بدي اشتغل عليهم. يعني نشوف كيف يا جماعة، لو انا ضغطت على الويف هيقول لي النيو اوديو فايل، ايش بدك تسميه؟ مثلا بدي اسميه تسجيل صوتي. طبعا بيجي عندي اعدادات هنا، السيمبل ريت والتشانل. السيمبل ريت يا جماعه لها علاقه بالهيرتز، بالترددات اللي بتقدر الاذن ترتاح عليها. فافضل شيء نخليه 48000 او ممكن اشتغل على 44000، على أساس الأذن البشرية ممكن تسمع الصوت عند التردد المعني. طيب للشانلز عندي ستيريو أو مونو. مونو إن أنا بدي أشتغل على سماعة واحدة، بمعنى إني أشوف الليفت تشانل أو الرايت تشانل بدي أشتغل عليهم. طبعا أنا في شغلنا لازم إيش ناخذ ستيريو. ستيريو إن أنا بدي أشتغل على تو تشانلز، اليمين والشمال، سماعتين، تمام؟ ونقول له أوكي. أنا بيجي عندي على إني بشتغل على ويف فورم يا جماعة، هاي سميت الملف تسجيل صوتي، طبعاً على أساس إنه الملف خلاص هيو موجود عندي. طب ما فيش فيه إشي، لو شغلت أنا هان ما في أي إشي، ليش؟ لأنه ملف فارغ، تمام يا جماعة؟ هذه أول شغلة. المالتي تراك لو ضغطت عليه هان وسميناه مثلاً تسجيل صوتي متعدد، يعني أكثر من
من صوت نفس الإعدادات السابقة وقول له أوكي. فالمالتي تراك عندنا شوفوا كيف يا جماعة، في تراك واحد، تراك اثنين، تراك ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، أكثر من تراك، بمعنى أنه ممكن أضيف أكثر من ملف صوتي هان، تمام، وأتعامل معهم. يبقى عندي الويف فورم بيعمل ملف صوتي واحد، والمالتي تراك أكثر من ملف صوتي، وبقدر أشتغل عليه وبقدر أغير بينهم بالشكل هذا. طيب تمام، هذه أول نقطة. على افتراض بدنا نعمل ملف جديد نحذف فاض كله، اوكي بحذفهم كلهم زي ما قلنا، اما ويف فورم او مالتي تراك، او بروح بقول له من هان فايل نيو. ايش بقول لي؟ بدك تشتغل على اوديو فايل ولا مالتي تراك سيشن؟ اوديو فايل بمعنى تراك واحد، صوت واحد بتتعامل معاه، المالتي تراك سيشن بتتعامل مع اكثر من ملف صوتي. تمام، هذه طريقه. الطريقه الثانيه ان انا ممكن كليك باليسار هان واقول له نيو اوديو فايل ولا مالتي تراك سيشن، تمام، اللي هم هذول يا جماعه نفس الشيء. تمام، يبقى انا هنا ممكن ايش اجيب الملفات اللي بدي اشتغل عليها. طيب ممكن انا بعد ما اعمل مالتي تراك او ويف فورم حسب ما بدي اشتغل، لو كنت في وضع الويف فورم بأجيب الملف اللي بدي اشتغل عليه كمان من هان. طيب احنا خلينا على افتراض فيش ملف وبدنا نسجله، يعني البرنامج بيعطينا صلاحيه انه انا ممكن اسجل صوت واتعامل معاه من ناحيه التعديل، من ناحيه زي ما حكينا كل الشغلات اللي استخدمناها في برنامج البريمير. طيب خلينا على افتراض ان انا بدي اشتغل على الويف فورم، بدي اسميه تسجيل صوتي، تمام، ونقول له اوكي. الان انا عندي ما فيش صوت بس ملف فارغ، فبدي اسجل الان، فبدي اسجل، عندي مفتاح او زر الريكورد بضغط عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلبه، اهلا وسهلا بكم في المحاضره الجديده، المحاضرة العاشرة لمساق تحرير الصوت والفيديو رقميا، واللي حنتكلم فيها عن برنامج الأوديشن. ونوقف. الآن أنا سجلت الصوت، مكان ما عنديش ملف خارجي، سجلته فعليا من خلال البرنامج. أنت ممكن تسجله من هان وممكن تجيبه ملف خارجي. نشغل ونشوف كيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التسجيل يا جماعة. سامعين الصوت؟ الطلبة أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الجديدة، المحاضرة العاشرة لمساق تحرير الصوت والفيديو رقميا، واللي حنتكلم فيها عن برنامج الأوديشن. طيب تمام يا جماعة، يبقى أنا سجلت الصوت زي ما احنا شايفين. الشكل اللي طلع عندي بالنسبة للصوت كان، طبعا الآن صار خلص عندي ملف صوتي، هي ملف في صوت مسجل. طبعا احنا زي ما قلنا ممكن نجيبه من برا ملف خارجي، من وين بنروح؟ من اوبن فايل بنجيبه، ده موجود عندي على سطح المكتب، على الدي على الاي او خارجي بنجيبه، فيش اي مشكله. او ممكن من وين يا جماعه؟ امبورت فايل نفس الاشي، او ممكن نجيب من هان نيو اوديو فايل او مالتي تراك سيشن. طيب تمام، الان ضفنا الصوت. لو رحبنا يا جماعه بالنسبه للصوت اللي موجود عندنا، موجود على ويف فورم، بمعنى ممكن اعدل عليه لحاله هنا، تمام، وممكن ايش نعمل، وممكن اضيفه على المالتي تراك واشتغل عليه. طيب بالنسبه للصوت اللي عندنا يا جماعه، لو لاحظنا انه انا بدي اقطع جزء، عمل قص لجزء منه، تمام، اول شغله انا كيف ممكن اعلمه؟ بعلم بالشكل هذا بالماوس، بس حابب اقول له علم لي اياه زي هيك، تمام، فيش اي مشكله عندنا، تمام يا جماعه. طيب لو بدي اقص جزء منه بعلم زي هيك، وبروح بقول له ايش يا جماعه؟ ديليت، هاي قصينا الجزء اللي هذا. طيب بدي ابعد او اعمل امتداد للملف الصوتي عن بعضه بدل ما هو هيك بالشكل هذا، بضغط وين؟ في المسار اللي فوق، شايفين كيف يا جماعه؟ بعمل اكستند له امتداد، تمام. ممكن انا بدي احذف الجزء هذا، نفس الاشي برضه بعلم هيك وبقول له ايش؟ ديليت. طيب ممتاز. في شغله كمان هنا مهم كتير، ان انا مثلا في البدايه هذا بدي احذفه، بعلمه بالشكل هذا وبقول له خلينا نقول هيك ديليت. طيب احيانا يا جماعه انا بديش احذف اللي موجود هان في المنتصف عندي، ليش بديش احذفه؟ لان لو حذفته بقرب الصوت اللي هان بالنسبه لهذا هان، بكل كلامه كانه دخل على بعضه. فافضل اشي ايش نعمل يا جماعه؟ افضل اشي لو كان عندي شغله معينه هان، نويز مثلا او صوت ما بديش اياه، بعلم هيك، تمام، بعمل كليك باليمين وبقول له ايش يا جماعه؟ سايلنس.
سايلنس يعني سكون، خلص اكتم الصوت اللي هان. تمام، انشأ بعدين الجديدة. المحاضرة العاشرة لمساق تحرير تمام الصوت يا جماعة، والفيديو رقميا، ممكن نقربه زي واللي هيك. حنتكلم فيها عن برنامج الاوديشن. فرضا ها على سبيل المثال انا الجزء هذا بدي اعمل له ميوت، بديش اياه، بديش احد فوق، لكن بدي اعمل له سايلنس. كليك باليمين وبروح بقول له سايلنس. تمام، وفعليا انا ما حذفتوش، ولكن ايش عملت له؟ كتم. تمام يا جماعه، نعمل كنترول زد تراجع. ممتاز، فانا ممكن اعلم بالشكل هذا وديليت، بحذف، ممكن اعمل كتم للجزئيه هذه، بديش احذف، فخوف ما انه الصوت يصير قريب من بعضه ويتداخل، واعمل له ايش؟ سايلنس. سايلنس يعني ايش؟ سكون. تمام يا جماعه. طيب لو اجيت على المالتي تراك كان، انا ممكن اشتغل عليه عادي زي ما بدي، فيش اي مشكله. لو اجيت على المالتي تراك كان وسميته التسجيل، تسجيل يعني ممكن بعد التعديل او التسجيل، خلينا نسميه، فيش اي مشكله، ونقول له اوكي. طيب الان انا ممكن الملف اللي سجلته اجيبه في المالتي تراك، بسحبه هان. تمام، ونيجي على التراك اللي هو ايش؟ التسجيل الصوتي. هنا المالتي تراك، فالتسجيل الصوتي بجيبه هان، فيش اي مشكله، وبنشغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الجديدة. تمام، المحاضرة العاشرة. ليش أنا حسينه زي اللي دخل على بعضه الله الصوت. وبركاته أعزائي الطلبة، لأنه أنا عملت لأنه عملت له قطع أو قص في إيش؟ هو في المالتي تراك، هو في عفوا في الويف فورم. طيب لو لاحظنا في المالتي تراك كان بتتفعل عندي فوق أداة إيش يا جماعة؟ رازر، رازر سيلكتد تول، من خلالها ممكن برضو أعلم هان وأقول له بالرازر تول هاي كات هان، وأجي عند النقطة هاد وأقول له كمان كات. فإيش وظيفتها؟ بتعمل لي قص للفيديو أو لجزء منه. إذا أنا مش قادر أحذف الجزء هاد، باجي هان ببعدهم عن بعض شوي هيك عشان أقدر أتمكن منهم، وبأحذف. فإن لو حابب بقول له ديليت، بحذف الجزء اللي أنا بدي إياه. عن طريق مين يا جماعة؟ أداة الرازر تول، وهذا أخذناها في البريمير، فيش أي مشكلة. طيب ممتاز. طيب الآن وأنا شغال هيك بدي أعلي الصوت وأوطيه، يعني الصوت اللي عندي بدي أخلي الجزء الأول مثلا عالي والجزء الثاني أوطى، أو بشكل عام كله بدي أوطيه. طيب لو لاحظنا يا جماعة، على أساس أتحكم في إني أعلي الصوت أو أخليه منخفض، في عندي هان خط موجود، شايفينه يا جماعة؟ هذا الخط له علاقة، شايفين لما اجي عليه بالماوس سان ايش مكتوب؟ فوليوم. له علاقة في انه الصوت يكون عندي عالي او منخفض. فانا لو مسكت الخط بالشكل هذا وسحبته لاسفل هيك وشغلت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي الطلبة، لاحظوا كيف انخفاض في الصوت. المحاضرة العاشرة. طيب تمام، اجي اسحبه لفوق هيك الخط، فوق فوق، وعليه الصوت كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الجديدة، المحاضرة العاشرة لمساق تحرير الصوت والفيديو رقميا. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الجديدة، خلي بالشكل بكم في المحاضرة. طيب ممكن انا في البدايه بدي يكون عندي الصوت يجي هنا مثلا، وتكون عندي خلفيه موسيقيه تيجي في الجزء اللي هان، في التراك الثاني على سبيل المثال، في التراك الثاني. تمام، انا مش موجود عندي خلفيه موسيقيه، بس ممكن نفس الفيديو اللي هنا مثلا اعمل له بالت نسخه ثانيه لاسفل بالشكل هذا. يبقى كيف بعمل له نسخه؟ بعمل له بالالت ونشغل من هان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلبه، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه. تمام يا جماعه. طيب السلام عليكم، كيف عملت له نسخه؟ انا عملت له نسخة عن طريق الالت، نضغط الت وبنسحب النسخة. بدي اعمل له قص من هان بالرازر تول، اعمل له قطع، وبالاداة اللي فوق هذه الموف تول بعلم هان وبقول له ديليت. طيب الان على افتراض يا جماعة بدا عندي بموسيقى منخفضة وبعدين الصوت ما جهان. طبعا انت ممكن يكون عندك موسيقى، ملف موسيقى هان او انشودة وات ايفر، اي شغله، فيش اي مشكله عندنا. طيب يا جماعه الان الملف اللي موجود عليكم عندي ورحمه بدي اخلي الصوت منخفض شويه زي ما تعلمنا. باجي على الخط اللي موجود هنا الفوليوم، بنزله لاسفل هيك. تمام، وبنشوف زي هيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلبه، السلام عليكم ورحمه الله.
طيب ممكن احنا كمان ننزله لتحت اسفل ونشوف كيف انخفاض الصوت فيه بيجي في البداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الجديدة، المحاضرة العاشرة. طيب تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. السلام عليكم ورحمة الله. فبيجي منخفض وبعدين يشبع للصوت. رحمة الله. طيب أنا ممكن كمان يا جماعة، مش بس هيك، الخط نفسه اللي هنا موجود عندي لو أجيت على البداية بصير عندي الإشارة تبعت الماوس زي الزائد، شايفينها؟ وضغطت نقطة هان عليه على الطرف من هان، ضغطت ضغطة، شايفينها كيف يا جماعة؟ زائد وكمان نقطة ونزلتها لأسفل تحت عندي. طبعا هيك ما بظبطت، ليش؟ لأنه بدي كمان نقطة ونقطة هان، وسحبت هذه لهان، شايفين كيف يا جماعة؟ يعني كأنه الصوت هان منخفض جدا، بعدين إيش؟ انخفاض، بعدين ممكن هذه أقول له أعلى. شوفوا كيف حيصير عندنا من البداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. السلام عليكم ورحمة. تمام، فأنا ممكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجزئية أنزلها. السلام عليكم ورحمة الله، يعني خلينا نقول ننزلها لتحت هيك، نسحبها ونعمل له انخفاض هيك، وطيته عند الجزء هان، والجزء هان ايش يا جماعة؟ أعلى شوي. نشوف كيف من البداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. السلام عليكم. فلاحظتوا هنا التدرج في الصوت من أسفل لأعلى بعدين أعلى حسب ما أنا بدي إياه. طبعا هذا الكلام ممكن أنا أكون مطبقه على خلفية موسيقية أو أنشودة أو أي شغلة بدي، يبقى إما عن طريق الخط اللي أنا موجود هان، ومش بس هيك بقدر كمان أتحكم في الخط نفسه وأعمل له تدرجات بناء على الماوس عندي الزائد، هيو شايفين الفوليوم؟ تمام، بقدر اتحكم فيه زي ما بدي، فيش اي مشكله. طيب ممتاز يا جماعه. كمان في عندي شغله مهمه كتير، ممكن انا الصوت اتحكم فيه من يا جماعه شايفين هذه الرول؟ تمام، ممكن اتحكم فيه من هذا، اعلي زي ما بدي واحركه يمين شمال واوطي فيه وعلي. ورحمه الله وبركاته اعزائي الطلبه اهلا وسهلا، شايفين كيف؟ المحاضره الجديده، المحاضره العاشره لمصادر تمام يا جماعة. تحرير الصوت والفيديو رقميا، عن طريق واللي حنتكلم فيها عن برنامج الاوديشن. طيب خلينا بس نرتبها شوية. طيب تمام يا جماعة، فأنا ممكن أتحكم فيها زي ما حكينا بالمسار، خلينا بس نجيبها من البداية هيك ونرتب الشغل أكتر. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي. طيب فأنا ممكن كمان هذه نفسها أعلي الصوت فيها هيك أو أعمل له انخفاض. ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الجديدة. السلام. فأنا بقدر عن طريق الرول من هان، تمام، سكرولينج أعمل له، أو عن طريق الخط اللي هان ممكن هذا أتحكم فيه بصوت مختلف عن اللي فوق هان. هتلاقوا عندي الليفلز كيف صارت عندي هان يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوي أعزائي الطلبة، تمام، أهلا وسهلا بكم في هان المحاضرة الجديدة. لعند أحمر أقوى شيء، تمام، من الأخضر للأحمر. طيب تمام. أحيانا يا جماعة بدي أنا الصوت يكون شغال من عند هذه النقطة لهذه النقطة زي لوب يعمل، كيف نعمل؟ بنعلم هذه الجزئية، نقول له زي هيك، خلينا بس تمام. طيب يا جماعة أحيانا بدي أخليه يشتغل عندي في الجزء من هان، لو جيت أنا على المالتي على الويف فورم هان مثلا ورحت علمته زي هيك بالشكل هذا، بدي الجزئية هاد، أنا إيش بشتغل على الويف فورم؟ حلاقيه في المالتي تراك، شفتوا وين علمت ورحت قلت له شايفين هذه عندي اللوب بلاي باك،
ضغطت عليها زي هيك وشغلت. للطلبة أهلا هتلاقي وسهلا الصوت بكم بس في بضله في المحاضرة المسار هذا الجديدة شغال عندي. للطلبة تمام أهلا يا وسهلا جماعة، بكم ما في بيطلع عنه المحاضرة وكأنه عمل الجديدة. لوب على هذه للطلبة المادة. أهلا كيف وسهلا هذا بكم في بنعملها؟ المحاضرة وبنعلم الجديدة. الجزئية اللي بدي أشتغل للطلبة أهلا عليها وسهلا من بكم في هاللهان، وبروح المحاضرة بشغل مين يا الجديدة. جماعة؟ لوب بلاي للطلبة باك، أهلا وسهلا بكم في وبشغل عليه المحاضرة وبعمل له الجديدة. بلاي للطلبة واشتغل عندي. فحنيتها بخلي الصوت محصور بس في الجزئية اللي أنا علمتها. تمام، فانا ايش كمان بشتغل اذا كان عندي الملف فردي هنا، تمام، ويف فورم، ممكن ايش بعمل عليه هان الاقيه موجود وين يا جماعه؟ في المالتي تراك اللي عندي هان. طيب ممتاز يا جماعه. عمليه يا جماعه ان انا اعمل إن اخلي الصوت هنا بشكل منخفض بعدين اعليه بعدين او اخليه عالي بعدين منخفض، بنسميها الفيدنج في الصوت. هذه عمليه ايش؟ الفيدنج. فيدنج زي ما كنا نستخدم الكروس ديزولف في علاج يا جماعه ظهور البدايه والنهايه بالنسبه لاي فيديو. طيب يا جماعه الان انا عندي الصوت سجلته وبدنا نيجي نشتغل اليوم في شغلتين مهمات، كيف لو في نويز وكيف ممكن اعمل له ايكو صدى صوت. طيب نويز موجود في الصوت كيف بدي اتخلص منه؟ خلينا نعمل تراجع هان بس نرجع للصوت الاول موجود هنا في الشريط كده. للطلبة اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الجديدة. للطلبة اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الجديدة. اهلا وسهلا. لو احنا جبنا التسجيل الصوتي هان. قبل ما نجيب التسجيل الصوتي الان ممكن نعمل تسجيل صوتي جديد عشان نوريكم كيف نتخلص من النويز. يعني هنا خلص الملف اللي اشتغلنا عليه، بدي اعمل ملف جديد. الان بدي اسجل اول مثلا خلينا نقول 10 ثواني اسيبه فاضي ونسجل. السلام عليكم، لقد قمنا بترك أول 5 ثواني من الفيديو. خلينا بس نوقف هنا شوية يا جماعة، خلينا بس نوقف التسجيل، خلينا نسجل على نعمل نيو ملأ نيو أوديو فايل. أوكي أساس نسجل لأنه إحنا ما عملناش على الويف فورم، لازم نسجل على الويف فورم أفضل إشي. طيب السلام عليكم ورحمة الله، لقد تركنا أول 5 ثواني فارغة من الفيديو من أجل التخلص من النويز الموجود في الصوت. تمام، خلينا نشوف كيف. طيب يبقى أنا تركت أول إشي فاضي عندي وبعدين سجلت. السلام عليكم ورحمة الله، لقد تركنا أول 5 ثواني فارغة من الفيديو من أجل التخلص من النويز الموجود في الصوت. طبعا أنا أقصد الصوت مش الفيديو يا جماعة. طيب تمام الآن صار عندي نويز فيه، هذه تعتبر نويز البداية. نويز ليش؟ لأنه ممكن المايك يكون أخذ صوت خارجي، هواء، خلينا نقول ضوضاء بسيطة. كيف ممكن نتخلص منها؟ في طريقتين. الطريقة الأولى أنه أنا يعني أنا بدي أحاول حتى كمان أعيد لكم التسجيل هان وأعمل عملية نويز عليه عشان تبين أكثر هنا. تمام يا جماعة، خلينا بس نحذف هاد ونوريكم كيف بس ممكن تصير أساس تكون الأمور إيش دقيقة. خلينا نعمل نيو ريكورد أوديو، أنا إزالة النويز. أوكي نيجي نسجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد تركنا 5 ثواني فارغة من بداية الملف الصوتي من أجل التخلص من النويز. خلينا نشوف كيف. طيب خلينا نشوف هيك يا جماعة، شايفين النويز هذا بعتبرها إيش؟ على إنها إيش نويز. تمام ممتاز جدا. كيف ممكن نتخلص منها؟ اول شغلة بروح بقول له علمني هذول كلهم زي هيك. تمام، هاي علمتهم. عشان اتخلص من النويز في طريقتين، عن طريق الافكتس يا جماعة. بروح على قائمة افكتس وبقول له في عندي حاجة اسمها
نويز ريدوكشن ريستوريشن، تمام؟ ايش وظيفة هان؟ بقول لي هنا كابشر نويز برنت، ايش اللي بدك تطبقها على الملف الصوتي من اجل عينة، من اجل انك تقيم النويز كله اللي موجود في الملف الصوتي. انا بقول له بدي الجزء هذا اطبقه على الملف الصوتي، ها كابشر تعمل منه نسخة، تمام؟ بروح بقول له على الافكت، بقول له نويز، بقول له كابشر نويز برنت، وكأنه زي برنت سكرين يا جماعة بتعمل، بقول له زي هيك واوكي. فانا اخذت ايش يا جماعة؟ برنت سكرين من النويز. الان بروح كمان مرة افكت نويز، بروح بقول له نويز ريدكشن بروسيس، تمام؟ تيجي عند الشاشة هاد، ايش بقول له؟ انا اخذت انا برنت سكرين، تمام؟ فايش بقول له؟ طبعا بسحبها هيك مش حيصير عندي اشي، تمام؟ بروح بعلم قبل ما اعمل اشتغل عليها، بقول له كنترول اي، تمام؟ وبروح بقول له ايش يا جماعه؟ افكتس نويز نويز ريدكشن، وبقول له اسحب لي هذا للاخر زي هيك، وهذه لقيمه مثلا 80، بقول له ابلاي، طلعوا عندي كيف النويز اللي هان راحت كلها، تمام يا جماعه؟ ونيجي نشغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد تركنا خمسة، تمام يا جماعة؟ نعيدها، كنترول زد، قلنا النويز عندي موجودة هيها في البداية، تمام؟ لو سمعنا هي، طيب عشان أحذفها بعلم كل هذا هيك، بدي أخذ صورة من اللي موجود عندي، فبروح بقول له effects noise reduction، بقول له capture noise print، اوكي. فانا فعليا اخذت سناب شوت من هذا، حفظها البرنامج في ذاكرته. وين بدي اطبق هذا؟ على كل الاوديو، يعني ايش في حاجه زي هيك، تمام؟ يعتبر نويز هاد، احذف لي، فبقول له كنترول اي، علمت هذول كلهم، بعدين بقول له افكت نويز ريدكشن ريستوريشن، بقول له نويز ريدكشن بروسيس، بقول له يا جماعه طبعا هذه بتكون عند قيمه معينه، هان بقول له لعين 100، شايفين النويز اللي في الشاشه، تمام؟ بقول له تخلص لي من النويز لعند 100، وهذا ممكن اخليها لقيمة مثلا 80، واقول له ابلاي، شوفوا كيف صار عندي تخلص من النويز، اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هاي اول طريقة ان انا اتخلص من النويز. خلينا نعمل تراجع. في طريقة ثانية يا جماعة عن طريق الافكتس، يعني احنا بنتعامل لحتى الان، تمام؟ الطريقة الثانية انه انا ممكن مباشرة اروح اقول له كنترول اي هان، اعلمه زي هيك، واروح اقول له افكتس نويز، في حاجة عندنا اسمها الادابتف نويز ريدكشن، لو ضغطت عليها هان، تمام، ممكن اقول له اللايت اخذ منها نويز ريدكشن، تمام، بدون ما اغير فددات، واقول له ابلاي. طبعا انا ليش صارت عندي هذه؟ لاني ما اخذتش فيها ايش يا جماعة، ما اخذتش الجزء الخاص في السناب او الكابشر اللي بدي اعمله، تمام؟ طيب ليش انا بدي اعمل الطريقة هذه؟ لانه الطريقة الاولى ممكن تعمل لي احيانا نويز فيها، او احيانا تعمل لي فيها ايكو، لكن هذه بتفلتر لي اياها بشكل نهائي. بس يا جماعة على اساس ما يصير عندكم اشكالية، احيانا بتلاقوا النويز اللي موجودة صعب نشيلها في الطريقة الثانية، تمام؟ يعني الطريقة الثانية ممكن تستخدمها تعلم كل الفيديو هيك، تمام؟ احنا فعليا حذفناها بس مش مبينة هان، ليش؟ لأنه ممكن يكون نويز، خلينا نقول هواء أو صوت من بعيد، يعني خلينا نقول صوت معين بعيد، لكن مش قادر أنا أقيمه في الطريقة الثانية، بعتمد على الطريقة الأولى. يبقى الطريقة الثانية أدق في إنها إيش يا جماعة؟ الإيكو أو النويز اللي موجود في الصوت نفسه، تمام، لازم يكون يعني كيف، خلينا نقول واضح شوية، لكن هنا عندنا موجود النويز كبير حجمه، صعب انه اقيمه في الطريقة الثانية، فبعتمد الطريقة الاولى اللي هي الافكت، واقول له عندنا نويز ريدكشن ريستورشن كابشر نويز برنت، بشتغل عليها، تمام. فهذا افضل طريقة ممكن نعتمدها اللي الاولى، فيش اي مشكلة فيها، تمام؟ اتخلص من النويز اللي بدي اياه، مش اي مشكله. طيب
احيانا يا جماعه خلينا نعمل تسجيل جديد قبل ما ناخذ الايكو، يبقى عرفنا كيف نتخلص من النويز، فيش اي مشكله. خلينا بس تسجيل واحد على الاوديو فايل، وناخذ تسجيل الهواء او النفس، مش مشكله. اوكي طيب الان عفوا تسجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هي عملت انا ايش يا جماعه؟ كاني عملت صوت او عملت نفس. هذه شغلات كلها زياده، انا بسجل تمام، شغلات كلها زياده ضمن مين؟ الملف الصوتي. نوقف الان. طيب لو اجينا الان يا جماعه وشفنا كيف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هي عملت انا ايش يا جماعه؟ كاني عملت صوت او عملت نفس. سامعين كيف يا جماعه؟ طيب الان انا كيف بدي اتخلص من هذا الصوت؟ وبركاته. شايفين من عند هذه النقطه لعند هذه النقطه اصدرت صوت تمام، يعني فجاه صارت عند الواحد قح، صار عنده هواء، يعني البريث التنفس عنده مش طبيعي. كيف بدي اتخلص منه الان؟ ممكن اعلمه بالشكل هذا. هاي عملت انا ايش تمام، اعلمه بالشكل هذا يا جماعه، وايش اقول له؟ اقول له ديليت، فيش اي مشكله عندنا صح. هاي عملت انا ايش يا جماعه؟ ورحمه الله وبركاته. هاي عملت انا. طب انا بس في عندي مشكله في عمليه الديليت، انه انا لما عملت له مسح قربتهم من بعض زي ما حكينا في بدايه المحاضره. فافضل شيء يا جماعه بعلمهم، بعمل له كليك باليمين، بقول له ايش يا جماعه؟ سايلنس. سايلنس خلص، بحافظ على المسافه وبس بعمل له كتم هاند، بتكون الامور تمام. خلينا من الاول نشوف كيف. السلام عليكم ورحمه الله. طبعا انا بالباك سبيس من الكيبورد بشغل. هاي عملت انا ايش يا جماعه؟ كاني عملت صوت او عملت نفس. نفس الاشي هذا الكلام اللي هان. ممكن من عند هان هيك اقول له كليك باليمين سايلنس. فانا ما بحذف، ولكن عملت للصوت اللي طلع مني ايش؟ عملت له سايلنس. ليش يا جماعه؟ اساس لو انا حذفت بكون قربت المسافه، هذا بسبب لي مشكله كبيره، مشكله في انه المسافه انه الصوت بدخل على بعضه يصير، لكن لا هيك بكون افضل عندي ان نعمل له ايش؟ سايلنس. طيب ممكن انا ايش يا جماعه؟ كاني عملت صوت او عملت نفس. هاي كتمنا الكحه راحت منها، هل في صوت برضو؟ ممكن اعلمه برضو نفس الاشي. هذه شغلات تمام، واعمل له كليك باليمين واقول له ايش؟ سايلنت. ممتاز جدا. يبقى يا جماعه عرفنا كيف نتخلص من النويز في الملف الصوتي، كيف لو في عندي انا مثلا اطلعت اخرج مني صوت اثناء التسجيل مثل السعال، صوت الكحه، او عملت خلينا نقول نفس مش طبيعي، ممكن اتخلص منه بالطريقه هذه. ممتاز جدا. حتى الان احنا بنعمل ايديتنج للملف الصوتي. انا طبعا على الويف فورم شغال، على المالتي تراك لو انا جبت الملف ايش صار تعديل هان بنفس الاشي يعني. طبعا في المالتي تراك يا جماعه في الصوت، في حاله انا الويف فورم بدي اسجل صوت عادي مباشره وارفعه لمشروع عندي مثلا في التخصص، بستخدم غالبا الويف فورم مباشره تمام، زي مشروع اللي انا طالبه منكم او اللي بنطلب منكم من الاخوه المحاضرين تمام يا جماعه. طيب في المالتي تراك زي ما حكينا ممكن ان انا اضيف ايش يا جماعه هنا اكثر من ملف صوتي، صوت عن طريق التراك واحد، تراك اثنين، تراك ثلاثه تمام، واتحكم فيهم عن طريق المنحنى حكينا، واعليهم واوطي الصوت من بالشكل من هان، او عن طريق الخط اللي موجود داخل الفيديو. طبعا ممكن اغير الاسماء هان، اقول له هنا مثلا الصوت، الصوت، او نقول له مثلا صوت الطفل، هنا نقول له مثلا الموسيقى، يعني ممكن انا اسمي اكثر من ملف. فانا ايش نسميه؟ صوت الرجل. فانا بسمي التراكات وبقدر اتعامل معهم، فيش اي مشكلة عندنا
طيب لو رجعنا للويف فورم وشغلناها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحنا عملنا ملف جديد نسجله نيو اوديو فايل ونسميه مثلا صدى الصوت، يبقى انا سجلت عدة ملفات زي ما انتم شايفينها. الملف الان اللي بدي اعمله صدى صوت الايكو ونشتغل عليه. طيب خلينا نسجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة مرحبا بكم في المحاضرة الجديدة، المحاضرة العاشرة لمساق تحرير الصوت والفيديو رقميا، والتي بعنوان كيفية التعامل مع برنامج الأوديشن، وهو برنامج تحرير الصوت. خلينا نشوف كيف. نيجي نشغل ونشوف كيف يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة مرحبا بكم في المحاضرة الجديدة، المحاضرة العاشرة لمساق تحرير الصوت والفيديو رقميا، والتي بعنوان السلام عليكم. طيب يا جماعة الآن الصوت اللي موجود عندنا بدنا نعمل له تأثير جديد، اللي هو تأثير مين؟ الإيكو. الإيكو صدى الصوت يا جماعة. كيف ممكن نضيفه ونشتغل عليه؟ في ملاحظة حبيت أقول لكم إياها في المالتي تراك، لو لاحظنا هان يا جماعة في حاجة اسمها الاف اكس، هذه الاف اكس اخذناها في الافتر افكت، وهي عبارة عن الافكتس يا جماعة. لو ضغطت عليها بيجي لي قائمة الافكتات اللي ممكن استخدمها، يعني ممكن اجيبها من هان او اجيبها من الافكتس يا جماعة. شايفين هاي الافكتات، او ممكن اجيبها من هان هاي الاف اكس، وقول لي ايش الافكت اللي بدك تستخدمه. مش استخدمنا احنا النويز، هيو استخدمنا او اي افكت تاني بدي اياه، ممكن نستخدم الايكو. تمام تمام فيش اي مشكلة، او ممكن تلاقوها وين كمان موجودة في الافكتس باك. هنا ايش الفرق بينها وبين انه اجيبه من هان؟ لما بجيبه من هان بعمل ابلاي على الصوت، او فيش مشكلة يعني اني ممكن اجيبه من هان واعمل ابلاي، لكن صعب اني اوقفه. لكن هنا ايش الفكرة، انه ممكن تضيفه هان وتعمل له هنا زي زر هيك الباور، زي زر الباور يعني مستخدم مثلا في ال، يعني خلينا نقول زر باور، زر كمبيوتر، واتيفر اي مشكله اي شغله في الشيء مشكله. طبعا انا من خلال هذا بقدر اوقفه، اعمل له ديسيبل مؤقت، اعطله على وين، على ما ياثرش على الصوت عندي. هاي الفكره، طبعا ان شاء الله حناخذها في المحاضرات الجايه ونوضحها بشكل اكبر. خلينا هان عشان ما نتفرعش نضيف الايكو، نرجع لملفنا ونضيف له صدى الصوت. طيب وانا موجود هان بروح على افكتس، في عندي حاجه اسمها ديلي اند ايكو يا جماعه. ايش الموجود عندي فيهم هان؟ في عندي الايكو صدى صوت، ديلي تاخير. لو نيجي هنا على الايكو، تمام نكبر شوي بتطلع لنا الشاشه هاد، خلينا على الديفولت. ايش الموجود عندنا؟ بقول لي هنا في الديفولت ليفت شانل يعني السماعه الشمال، ورايت شانل السماعه اليمين. تمام ونيجي نشغل الآن ونشوف كيف. الله وبركاته، أعزائي الطلبة مرحبا بكم في المحاضرة الجديدة، المحاضرة العاشرة لمساق تحرير الصوت والفيديو رقميا. أعزائي الطلبة مرحبا بكم. طيب الآن أنا وأنا شغال بدي أحاول أعدل في الإعدادات يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة مرحبا بكم في المحاضرة الجديدة، المحاضرة العاشرة لمساق تحرير الصوت والفيديو رقميا، والتي بعنوان سامعين كيف يا جماعة برنامج الأوديشن، وهو برنامج تحرير الصوت. خلينا نشوف كيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة مرحبا بكم في المحاضرة الجديدة، سامعين كيف يا جماعة؟ أنا هنا الديلي تايم عندي، والتي بعنوانكم في المحاضرة. الديلي تايم قديش أنا بدي وقت التأخير في الصدى، التردد اللي يطلع عندي، الفيدباك نفس الاشي يا جماعة، لا علاقة بالديلي تايم. يعني هذول بدك انت تتعود على استخدامهم، كيف تخلي الايكو الصوت يطلع عندك يتردد، وقت التردد قديش يتأخر، قديش يكون اسرع مع الفيدباك، والايكو ليفل مستوى التردد يكون كيف عندنا. خلينا نشوف يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة مرحبا بكم في المحاضرة الجديدة، المحاضرة العاشرة لمساق تحرير الصوت والفيديو رقميا، والتي بعنوان كيفية التعامل مع برنامج الأوديشن، وهو برنامج تحرير الصوت.
خلينا نشوف كيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة مرحبا بكم، أنا بقدر أتحكم فيه زي ما بدي في العشاء مشكلة. صار تحرير الصوت والفيديو رقميا، والتي بعنوان كيفية التعامل مع برنامج الأوديشن، وهو برنامج بقول له أبلاي في الآخر. نيجي نشوف كمان مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة مرحبا بكم في المحاضرة الجديدة، المحاضرة العاشرة لمساق تحرير الصوت والفيديو رقميا، والتي بعنوانكم في المحاضرة. طيب ممتاز، يبقى أنا بشتغل عن طريق الإيكو، بقدر أعدل في الصوت زي ما بدي، فيش أي مشكلة. تمام، بيطلع عنا صدى الصوت بشكل ممتاز جدا. كمان في عنا في الإفكتس يا جماعة الديلي تأخير، يعني بيشتغل مع مين يا جماعة؟ هان مش حيكون فرق كتير، بيشتغل مع الإيكو. خلينا نشوف كيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لاحظنا انه هنا مساعد، الديلي مساعد للإيكو للصدى، بمعنى هي عند السماعة الشمال واليمين، الديلي تايم والميكس، يعني ممكن اعمل ميكس دمج بالاصوات، والديلي تايم ان اعمل عملية تأخير. يعني هنا مع التجربة ومع الخبرة بصير عندك قدرة كويسة انك تتعامل مع الديلي ومع الافك ومع الايكو. فعندنا الايكو هو الاساس والديلي مساعد له. تمام يا جماعة، فبطلع عندنا الملف. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة مرحبا بكم في المحاضرة الجديدة، المحاضرة العاشرة رقميا، والتي بعنوان كيفية التعامل مع برنامج الأوديشن. طيب تمام، رحمة الله وبركاته. أعزائي، طيب يا جماعة أنا دائما التصدير بحاول أعطيكم إياه في المحاضرة الثانية أو الثالثة أو كذا. لا خلينا الآن هيك نكتفي عند هذه النقطة، والمحاضرة الجاية إن شاء الله بنكمل في قصة كيف نخلي الصوت نظام، كيف لما بيقروا القرآن الكريم كيف في صوت القرآن الكريم، كيف في صدى وترتيب الصوت، كيف الأنشودة بيكون فيها الإيكو كمان، وحيث إنه يكون الصوت قريب من قارئ قرآن كريم. تمام، وبعض التأثيرات الاحترافية إن شاء الله تعالى اللي ناخدها، وتغيير الأصوات من طفل لامرأة والعكس. طيب الآن آخر نقطة، خلينا نشوف كيف نخزن أو نحفظ طريقة عادية، وكيف نصدره كفيديو أو عفوا كملف صوتي. بنروح بنقول له فايل سيف أز، بيجي عندي إيش يا جماعة؟ ملف صوتي. طبعا أنا هنا ممكن أقول له خليه عنا وين، على سطح المكتب. خلينا أول إشي نعمل له سيف هنا. تمام، وفي كمان عندنا يا جماعة الإكسبورت، خلينا بس نعمله بالشكل هذا. طيب خلينا يا جماعة نخزن الآن. أنا ضفت الصوت نفسه، ملف صدى الصوت إحنا عندنا وين موجود في الفورم، هاي ضفته على المالتي تراك. تمام، هنا ممكن نضيفه على المالتي تراك نفس الاشي، في شيء مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة مرحبا، خلينا الآن نخزن فايل سيف، بقول له يس يس. هي بقول لي ايش بدك تسمي صدى الصوت، طبعا ممكن انا اخليه في نفس الاشي يا جماعة في الويف فورم، فيش اي مشكلة. بقول له على اللوكيشن على سطح المكتب مثلا. تمام، اقول له صدى الصوت، اوكي اوكي. لو اجينا على سطح المكتب هنلاقي صدى الصوت ملف صوتي قابل للتعديل. تمام، كيف قابل للتعديل؟ انه انا بقدر افتحه في البرنامج. الان بدي اخزنه ملف صوتي ويف اكسبورت، بقول له مالتي تراك ميكس داون انتاير سيشن. بيجي عند الشاشه هذه يا جماعه، ايش بقول لي هنا؟ بدك تخزنه الفورمات الخاص فيه. بقول له الفورمات مثلا بدي اياه ملف ويف، هنا ملف اوديو بدنا نعمله. تمام، وين بدك اياه يكون موجود عندك؟ على خلينا نقول على سطح المكتب مثلا. سيف اوكي، نشوف كيف. اي لاحظوا عندي ملف صدى الصوت، الملف قبل التعديل، والتسجيل الميكس داون نشغله. اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سامعين يا جماعة؟ ملف صوتي ممكن أرفعه على قناة اليوتيوب أو أتبادله مع أي زميل، في أي مشكلة عندي. طيب تمام، يبقى يا جماعة
مخزن وملف قابل للتعديل والعمل عليه فايل سيف از او سيف. طبعا من البدايه بكون عامل له سيف از، فيش اي مشكله باسم، ملف قابل للتعديل. طبعا امتداده بكون هيو يا جماعه سيس اكس، تمام، وبحطه في اي مكان بدي اياه، فيش اي مشكله. وعلى اساس اخزن ملف فيديو بقول له فايل اكسبورت مالتي تراك ميكس داون انتير سيشن، تمام، فيش اي مشكله. نفس الكلام يا جماعه، انا عشان عملته على المالتي تراك ممكن اعمله على الويف فورم، اقول له بس احذف لي هذا ديليت. نفس الكلام صدى الصوت اللي استخدمناه، السلام عليكم ورحمه الله. نفس الكلام في الويف فورم فايل، بقول له سيف، احنا عملنا له طبعا سيف، بدي اعمله فيديو اكسبورت، بقول له هنا اكسبورت فايل. وانا عشان في المالتي تراك بعمل له اكسبورت مالتي تراك ميكس داون، هذا في المالتي تراك، لكن كملف لحال فا اكسبورت فايل، وبسميه مثلا صدى الصوت، خلينا نقول هنا مثلا نهائي نهائي، نحطه وين؟ على سطح المكتب، فيش اي مشكلة. اوكي، نيجي هان صدى الصوت نهائي ونشغله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة مرحبا بكم في نفس الإشي يا جماعة، المحاضرة العاشرة لمسار تحرير الصوت والفيديو رقميا، والتي بعنوان كيفية. طيب تمام يا جماعة، يبقى عرفنا، اتعلمنا على برنامج الاوديشن وتعاملنا معاه، وكيف نعمل قص وتعديل للفيديو، وان نعلي الصوت ونخفض الصوت، وكيف نعمل نتخلص من النويز، وكيف نعمل ايكو صدى صوت، تمام، وكيف عملية الحفظ سواء في المالتي تراك اذا كان اكتر من فيديو عندي، وفي الويف فورم. في المالتي تراك قلنا بروح فايل سيف، تمام، بنعمل له سيف از، بنخزن كملف عادية، كملفات عادية قابلة للتعديل، لكن بنخزنه ملف صوتي، تمام، اكسبورت مالتي تراك ميكس داون انتاير سيشن كملف صوتي، واعطيه لزملائي او على اليوتيوب او على السوشيال ميديا، فيش اي مشكلة. والويف فورم كملف فردي فايل، طبعا بكون سيف از ملفات عمل، واكسبورت فايل انا كملف فردي اتعامل معه. يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله المحاضره الجايه بنكمل في برنامج الاوديشن لتحرير الصوت، بالتوفيق ان شاء الله.